لو سمحتي. خير؟ هذه تبعكم السيارة؟ ايه ذي تبعني وذي بعد تبعني، ليش عندك؟ شايفكم تمونون واقفين قدام استراحتنا. عفوا بس المواقف باسمك؟ لا مو باسمي، بس ما تشوفين الاستراحة ذي رقم 5 وذي استراحة رقم 4 استراحتنا. ما شاء الله جيران يعني. اهدى 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 منزل مبارك. اهدى اهدى خلاص اهدى. اقول الحين وش علاقة استراحتكم هنا توقفون هنا؟ وش دخلك وين نوقف؟ بعدين هذه المواقف للاستراحات كلها. يا اختي الكريمة هو قصده ان السيارات تقف بذا.